الكثير من المعلمين والموظفين والمتقاعدين لم يستلموا رواتبهم بسبب نقص السيولة النقدية. إدارة كركوك أكدت أن 30% من الرواتب في كركوك لم تصل بسبب قرار مجلس رئاسة الوزراء الذي قرر عدم إرسال الرواتب إلى المناطق الساخنة ومنها كركوك. هذا جاء بسبب كتاب موجه من قبل وزارة المالية إلى البنك المركزي بإيقاف تخصيص المبالغ والرواتب الموظفين في المناطق الساخنة، لكن بعد ذلك اتخذ مجلس الوزراء قرار بصرف هذه الرواتب. كان الكتاب يشمل محافظة كركوك أيضا من ضمن هذه المحافظات اللي هي صلاح الدين والموصل. الموظفين في البنك المركزي يعملون على كتاب رسمي موجه من قبل مجلس الوزراء، لحد هذه اللحظة لم يصلهم إشعار من قبل الأمان العام لمجلس الوزراء على إطلاق رواتب الموظفين في منطقة كركوك. نأمل أن لا يكون هذا الموضوع سياسي، ونأمل أن يكون فقط روتين وإجراءات بين وزارة المالية والبنك المركزي. بعض المتقاعدين أشاروا إلى استغلال مكاتب الصيرفة لهم، حيث يتم صرف رواتبهم عبر البطاقات الذكية وبفئات نقدية صغيرة، فيما أكد آخرون أن المصارف الحكومية لا تصرف لهم الصكوك التي هي راتبهم للشهر الفائت. الموظفين صكوك صار 4 أيام يفترون جميع المصارف، كل مصرف يقول أنا ما عندي، وبالمصرف أيضا حقه، إذا ما عنده منين يجيب إذا ما عنده سيولة؟ فالمفروض على البنك المركزي العراقي يتصرف يعني عاجلا. الصكوك موجودة لدينا في جيوبنا، ويوميا نأتي إلى المصرف في شهر رمضان هذا الكريم في الجو الحار هذا، وما عاد ينطونا الراتب مالنا، ليش ما أدري. نروح على الموظفات قلنا ماكو رصيد، تبديل العملة الناعمة بالخشنة، هسه أخذ 100 ألف ناعم أبدله ب 91 خشن من نفس الشركة من نفس المصرف. هاي المتقاعد، شهر رمضان المبارك هذا أبو الخير والعطاء، هو هاي نتاجه؟ متقاعد يدور شهرين 60 يوم ينتظر، من صبح تيجي توقف هنا وما تحصل فلوسك، ما تحصلها. أحد ما يقول تعال أنت شو تسوي وما تسوي، الشمس واقف أنت وبلاش ببلاش. أصحاب شركات الصرف أعلنوا أن البنوك باتت لا تمنحهم الحوالات المصرفية عند إيداع الأموال، والتي كانوا في السابق يحولونها إلى الدولار في بغداد، لذلك عزفوا عن الإيداع. سبب النقص السيولة بكركوك، أولا المصارف ماكو حوالات بنكية لبغداد، بحيث احنا ما نقدر نودع نخلي الفلوس وما يحولوها لبغداد، ماكو تداول. قبل كنا نحول نفس اليوم الحوالة يوصل لبغداد ويصير تداول بين المركزية وبين الكركوك. مدراء المصارف الحكومية امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح، وأكدوا أنهم تلقوا تعليمات مشددة من بغداد، وعلمت الحرة أن محافظ كركوك كان قد حصل على مبالغ لمصارف كركوك من بغداد عبر علاقاته الشخصية. سوران الداودي، الحرة، كركوك.